عاد للانضمام إلينا من جديد حول قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار السيد عبد الله عبد القادر نائب رئيس وكالة أنباء أراكان من الرياض. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. صحيفة واشنطن بوست قالت في تقرير لها أن جيش ميانمار قام بحملة تطهير عرقي للمسلمين في إقليم أراكان، ولا تزال هذه الحملة مستمرة بعد مرور عامين على مذابح مسلمي الروهينجا. كيف ترى أوضاعهم اليوم؟ في الحقيقة هذه الأوضاع في تدهور مستمر بسبب سوء الأماكن التي لجأوا إليها، ويمكن تفاهم هذه الأوضاع وتدهورها إذا ما رأينا المناظر والأماكن التي يلجأ إليها اللاجئون الروهينجا، سواء في بنغلاديش أو في الهند أو في دول أخرى مثل ماليزيا وغيرها. هذه الدول أغلبها لم توقع على اتفاقية اللاجئين، بالتالي هي لم توفر مكانا كريما وآمنا بالنسبة للاجئين الذين فروا إليها من جحيم ميانمار. وهذه الأماكن التي لجأ إليها الروهينجا هي في تدهور مستمر، سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية البيئية أو من الناحية الاجتماعية. هذه الأعداد الكبيرة جدا لا يمكن السيطرة عليها، وهناك مشاكل كثيرة ظهرت في هذه المناطق وهي تتبلور يوما بعد يوم وآخذة في الاتساع. ونخشى أننا إذا أطلنا أكثر من ذلك أن هذه الأشياء التي تظهر على هذه المجتمعات لا يمكن السيطرة عليها. طيب، الأوضاع في تدهور مستمر جدا. كيف ترى أستاذ عبد الله تعامل المجتمع الدولي مع هذه المأساة؟ المجتمع الدولي ينقسم إلى قسمين، قسم لا يهمه كثيرا هذه القضية، قسم آخر يحاول أن يعني يصعد على كتف القضايا مثل قضية الروهينجا من أجل الفوز ببعض المكتسبات السياسية في هذه المنطقة. أنا أعني بذلك الصين الموجودة في هذه المنطقة وروسيا أيضا، وإن كانت بعيدة عن المنطقة وعن الإقليم إلا أنها تحاول أن تتغلغل في هذه المنطقة عبر شراكات وعبر صفقات اقتصادية وتجارية. وهذه هذا التغلغل يأتي هو ضمن العراك السياسي والخلافات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، كثيرا ما سمعنا عن مفاوضات لإعادة مسلمي الروهينجا إلى أراضيهم، ما الذي يقف حائلا أمام تنفيذ هذه الاتفاقات؟ الاتفاقية لم يعني تضمن سلامة اللاجئين الذين سوف يعودون إلى ديارهم، بالتالي اللاجئون رفضوا أن يعودوا دون أن تضمن لهم حكومة ميانمار أن لا يتعرض لهم الجيش مرة أخرى أو المتطرفون البوذيون، وأن تتم محاسبة المتورطين من الجيش. إضافة إلى ذلك هم يطالبون بالجزية الكاملة من حكومة ميانمار، وهذا المطلب هو ربما هو المطلب الأهم بالنسبة للاجئين، وهو المطلب الذي لم يتوفر من قبل حكومة ميانمار. وقالت إنها سوف يعني تمنح اللاجئين مواطنة، وهذه المواطنة هي من الدرجة الثالثة، ولذلك لم يقبل بها اللاجئون الروهينجيا. يريدون مواطنة كاملة مثلهم مثل أي مواطن مقيم في هذه البلاد، لذلك هذه المحاولات تفشل مرة بعد أخرى لأن شروط الروهينجيا لا تتوفر في هذه الإعادة. طيب، إضافة إلى شرط المواطنة، هنالك الكثير من التخوفات لدى مسلمي الروهينجا من العودة لبلادهم. برأيكم إذا ما وفرت الأمم المتحدة أو توفرت حماية أممية لمسلمي الروهينجا، هل سيعودون إلى بلادهم أم لا؟ بالتأكيد هذا هو مطلب الروهينجا الأساسي. طالبوا أكثر من مرة أن تقوم الأمم المتحدة بدور الوسيط وأن تقوم بالحماية وأن توفر قوات حفظ السلام في هذه المنطقة، أو أن تتعهد ميانمار للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنها لن تتعرض إليهم. إذا ضمنت الأمم المتحدة ذلك وذهبت مع اللاجئين الروهينجيا وأمنت لهم هذه الأماكن ويعني ضمنت أنهم لن يعودوا إلى معسكرات مغلقة وإنما إلى ديارهم وقراهم مثل ما كانوا في السابق، سوف يعود هؤلاء اللاجئون الروهينجيا لأنهم يعيشون في بنغلاديش أوضاع سيئة جدا، وإذا توفرت لهم حقوقهم وأصبحوا مواطنين بالتأكيد سوف يرجعون إلى ممتلكاتهم وينعمون كما ينعم أي مواطن في أي بلد. موقع انترسبت الإخباري الأمريكي يقول أن الوقت قد حال لتوجيه تهمة الإبادة أو جرائم الحرب ل أونغ سان سو تشي المستشارة الميانمارية، بينما هناك دعوات أممية للتحقيق مع كبار القادة العسكريين دون ملاحقة زعيمة ميانمار. برأيكم هل من الممكن أن تحقق هذه التحقيقات العدالة في ميانمار؟ في ميانمار هناك خنق كبير أو خنق في السياسة، يعني هناك زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي هي لا تتحكم في ملفات البلاد كلها،
وإنما الجيش هو من يتحكم في الملفات الأساسية أو الوزارات الصلبة في البلاد مثل وزارة الحدود ووزارة الدفاع والجيش ووزارة الإعلام. هذه الوزارات ليست في سيطرة الحكومة وإنما هو في السلطة السياسية العسكرية السابقة، لذلك سوسي لا تستطيع أن تفعل كثيرا، ربما يقع عليها اللوم كثيرا لأنها سكتت بعد أن تسلمت الرئاسة، وهو ما يدندن عليه المجتمع الدولي وبعض الصحف والمواقع الإخبارية العالمية من أنها سكتت عن هذه المجازر ولم تقم بما يتوجب عليها كونها زعيمة البلاد ومستشارة الرئيس. أنا أعتقد أن هذه المحاكمة إذا تمت بالنسبة لكبار جنرالات الجيش والمتطرفين البوذيين والرهبان الذين كانوا يحرضون ضد المسلمين الروهينجيا، وإذا تمت المصالحة والحوار وحوار الأديان في بين المسلمين والبوذيين وغيرهم من الأديان، يعني حتى هناك تطرف ضد النصارى ليس فقط المسلمين، فإذا تم هذا الحوار وخلق يعني الأجواء مناسبة بالنسبة للمجتمعات والعرقيات الموجودة في ميانمار، يعني سوف تنعم جميع الأرقيات وسوف يعني تسلم البلاد من شرور كبيرة الآن. وأنا أحدد هذه الأيام منذ عدة شهور هناك قتال كبير جدا بين الجيش وبين بعض الفصائل العسكرية المتمردة على الجيش، وهم من أرقيات مختلفة، من أرقية شان الشمالية ومن أرقية أيضا أخرى في ولاية أراكان، وكل هذه الأرقيات تطالب ببعض حقوقها أو كثير من الحقوق التي سلبتها حكومة ميانمار. نائب رئيس وكالة أنباء أراكان عبد الله عبد القادر كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.